أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه الله ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعم الأعراس الجماعية طارق. نعم صباح، وكذلك هذه الأعراس تصب في مصلحة أبناء الوطن وتعينهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي. جاء ذلك خلال حضوره الاحتفال بالعرس الجماعي السادس لأبناء المنطقة الغربية، وشارك فيه 21 شابا من كافة مدن المنطقة الغربية. امتدادا لاحتفالات الوطن المتواصلة بمناسبات عدة، كان أبناء المنطقة الغربية هنا على موعد مع العرس الجماعي السادس الذي شمل 21 شابا من أبناء المنطقة، احتفالية زادها بهجة من كان له الفضل في رسم ملامحها. راعي الحفل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية. الحفل حضره عدد من المسؤولين ووجهاء المنطقة الغربية وأهاليها الذين صافحوا سموه وعبروا له عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تؤكد حرص قيادة الوطن على توفير كل سبل الرخاء والاستقرار لأبناء الإمارات. وتنوعت فقرات الحفل من رقصات أدتها زهرات الوطن والفرقة الحربية التي أضفت على الحفل طابعا تراثيا ووطنيا، ولشعراء المنطقة الغربية كلمات صيغت في حب الوطن وقادته. كما تشرف المعاريس بالسلام على راعي الحفل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وعبروا له عن شكرهم وامتنانهم لما يتلقونه من دعم متواصل. الشعب فرحان فرحة ما توصف، ونحن كنا نسمع عنه والآن حسينا فيه، يعني نغل العبء عنه. الله يطول في أعمارهم، وهذا شيء نحن مهما تكلمنا ما نقدر نوفي طبعا اللي يقدمونه لنا. ما خلص شيء، والله ما خلص شيء. اي والله يوفق طول عمر. سلينا كل شيء مره، هلا العزايم والحيران ومره القاعات مره. وانصح كل الشباب بالعرس الجماعي. الاعراس الجماعيه التي شهدتها المنطقه الغربيه في الاونه الاخيره حققت نجاحا كبيرا، اسهمت في بناء اكثر من 200 اسره مستقره خلال الاعراس الخمسه الماضيه، وزياده اقبال الشباب للمشاركه فيها من مختلف مدن المنطقه الغربيه، وهو ما تسعى اليه دائما القياده الرشيده.